بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم على البركة أيها الإخوة، انطلقنا ودائما ننطلق على بركة الله وحفظه. منذ لحظات أيها الإخوة أعلنت اللجنة عن انطلاق شوط جديد من انطلاقات الخير والبركة، شوطنا 18 الذي انطلق بأساميه الكبيرة بشعاراته المميزة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق. المركز الأول نجد عبد الله بن علي بن واس، نجتبي شاهين لمايد بن خليفة بن راشد بن سويتان، الخاطري ثانيا المشكول لسان بن مصبح بن جرش، الأقبلي ثالثا، وفي المركز الرابع ما شاء الله تبارك الرحمن مخرب فهد بن سعيد اليحافي، والمركز الخامس الأطلام خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، سادس المراكز هناك نشوان خالد بن علي بن حميد بن خليفة أبو سحر الشامسي، وفي المركز السابع من الجانب الآخر هناك شاهين سالم بن علي بن سالم السبوسي، وفي المركز الثامن أيضا وصلنا مصيحان وسعيد بن نايع الخاطري، وفي المركز التاسع أيضا الوسمي غيث بن سالم بن حميد الهاشمي، وفي المركز العاشر والأخير من الجانب الآخر شاهين للسيد حمد بن سيف بن راشد بن خصيف الطنيجي. هكذا كانت نتيجتنا أيها الإخوة للمراكز، دعناها عليكم كاملة مكملة بالوفاء والتمام والكمال لله. يا سلام يا بنواس يا بنواس يا بنواس اللي قدم نجد على المركز الأول والصامد ما شاء الله على مقدمة هذا الشوط ما شاء الله تبارك الرحمن، هنا بهذا اليوم الجميل، هذا اليوم المميز، هذا اليوم المثير، هنا في هذه الانطلاقة الجميلة، هذه الانطلاقة المميزة. المركز الثاني شاهين مايد بن خليفة بن راشد بن سويتان الخاطري، وفي المركز الثالث هناك من الجانب الآخر أيها الإخوة شعار من يحجز الرقم عني ولكن محمد أو مصبح بن جرش، سالم بن مصبح بن جرش مع مشهور. المركز الرابع خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز الخامس مستمعينا الأعزاء حضورنا الكريم جمهورنا المميز. هكذا كانت النتيجة، عودة إلى المركز الأول، عودة إلى القمة. عبد الله بن علي بن واس الاجتبي مشكور لسان بن مصبح بن جرش الأقفلي، وفي المركز الثالث هناك أيها الإخوة مصيحان ولا شاهين لمايد بن خليفة بن راشد بن سويتان الخاطري، وفي المركز الرابع حضورنا الكريم جمهورنا المميز المتابع الدائم لهذه الانطلاقات الجميلة. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة. يا بن جرش يا بن جرش يا بن مصبح سالم بن مصبح بن جرش الأغفالي حاضر هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة، منفرد بالمركز الأول، ولكن شوف القادم هناك اللي هو في المركز الأول شاهين لسالم بن علي بن سالم السبوسي. في اللحظات الجميلة في اللحظات المميزة روح الله غادر بن جرش مبكرا إلى الهدف، إلى هدفه غادر إلى المركز الأول غادر ما شاء الله تبارك الرحمن. شكرا بمصبح، شكرا أهالي اللبسة على هذا الأداء الجميل. الله يذيب أحمد بن سالم المهيري أول ندلة، ولكن نكتفي بهذا العنوان سالم بن مصبح بن جرش الأغفلي على المركز الأول مسيطرا على مقدمة الشوط. حرك هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة للمراكز، دعناها عليكم الوفاء والتمام. المركز الأول للسيد أحمد بن سالم المهيري، المركز الثاني سالم بن مصبح بن جرش، وفي المركز الثالث والرابع والخامس عند اللجنة.